اولا انا كانت عندي علاقه سابقه والى حد الان بمعز الحاج منصور وهو مدون وعضو في مرصد الشفافيه وشاركني تقصي في بعض الملفات على غرار ملف قمح وقبلات على غرار ملف مياه سد سيدي سالم ومحطه طهير بباجه الى غير ذلك وهو طبعا انا اشهد له بالنزاهه الكامله وهو بعيد كل البعد عن هذه الشبهات. الجانب الثاني ما اتصل بشوق الطبيب كان عندي موقف من قبل الكم الهائل من الملفات التي احيلت على الهيئه اين مآلها؟ وين مشت؟ احنا شفنا ملفات من تمت احالتها على القضاء من حجم الفساد الصغير على غرار عمدة متلبس برشوة وبشكارة سميد وغيره أمهات الملفات ما شفناهاش ما اعترضتنا في المجلس واعترضتنا خلال عملنا ملفات الأموال المنهوبة البي اف تي عندك شكوك حول إمكانية وجود تلاعب من قبل الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد بعدد من الملفات أطرح سؤال. أنا أطرح سؤال بدل الجمود أنا أطرح سؤال مئات المبلغين يتصلوا بنا وجوه يتباكوا اللي يتعرضوا الى هرسله اثر تقديمهم لملفات الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد نتيجه ماذا؟ اضافه ان ملفاتهم لم ترى النور في علاقه بالقضاء. اعطيني تفسير منطقي واعطيني ربط بين هذا وذاك يعني علاش المبلغين يمشوا ضحايا وتتم هرسلتهم ثم اللي اقلوه ثم اللي نقلوه ثم اللي عملوا ديغراداسيون نحو الفونكسيون و و و يعني عندك شكوك ولا عندك ادله في علاقه بشبهات فساد متعلقه بشوق الطبيب؟ انا دور القضاء هو التقصي في هذا الاتجاه مانيش انا باش نصدر احكام ولكن اقول ثمة علاقه بين تجاهل الملفات التي تم ايداعها الى الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد وما تعرض له المبلغين من هرسله. نعطيك معطى ثاني. الخمس سنوات اللي قضاها هو على راس الهيئه وشفنا حجم الملفات اللي تم النظر فيها والسيد عماد بوخريس رغم اني في فتره من فترات انا كنت مختلف معه داخل المجلس على وضعيه ثانيه حول الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد ولكن عندما بدا يحيل على القضاء ملفات من الحجم الثقيل تم عفاؤه كملش خمس شهور او ست اشهر في وقت قصير. بالتالي الاداء بتاع الهيئه كان واضح من فتره الى اخرى وتعاطي الحكومه للاسف لان هي هيئه ماهيش دستوريه هي وقتيه. هل بهذه الطريقه يمكن مكافحه الفساد بدل الدين الجمودي؟ اطلاقا الطريقه اللي يقوم بها الان رئيس الجمهوريه اللي فما شكون يرى وانه يكاد يتحول الى مدون فيسبوك يلقي الاتهامات جزافا على اليمين على اليسار والحال وانه دور رئيس الجمهوريه ان يحيل الملفات الى القضاء. بالضبط. هل انا نجم نجي في الانتين الان نجي نقول لك بدر الدين القمودي انت فاسد وبيك وعليك وما زوجتك عندها كذا وابنائك وانا ما عنديش عليك ادله؟ شوف محمد اولا احنا خلينا نتاملوا المشهد ونحطوه في سياقه الزمني. احنا اولا مرحله اولى القضاء في عطلة يرجع نهار 15. الجانب الثاني القضاء حتى يهتم ويطلع بدوره وانا نؤمن ان القضاء هو المفتاح لملفات الفساد ويجب ان نحارب الفساد والفاسدين عبر ملفات قضائيه تحال على القضاء ولكن اي قضاء؟ اليوم القضاء عليه نقطه استفهام سواء بشكل كلي نعرف ملف الطيب راشد وبشير العكرمي وما فاح وما خرج من مؤشرات حول فساد القضاة بين ظفرين ماهوش فساد القضاء. الجانب الثاني عندنا قطب قضائي مالي تم احداثه منذ خمس سنوات من اجل ان يطلع بهذا الدور دور محارب الفساد ولكنه كانت كذبه كبرى في فتره الشاهد ما عطينه تسعه او عشره قضاة ويقول له برا حارب الفساد والملفات في بعض الاحيان بعض الملفات التي تفتح تنتهي بنقلة قاضي أو بترقيته ونرجع من جديد. عندنا تصور كامل في علاقة بهذا الجانب. أولا القطب القضائي المالي يقع دعمه بكل القدرات البشرية والفنية وأنا في تقديري الخاص بإمكان رئيس الجمهورية اليوم أن ينتقي خيرة القضاة والعدد مش كبير بين 40 و50 قاضي من ذوي الخبرة من المشهود لهم بالكفاءة ويقع تكليفا بمهمة الاضطلاع داخل القطب القضائي المالي بملفات الفساد يزيدوهم الامكانيات البشريه يعطوهم مقر لائق يعطوهم الحمايه الكافيه ويعطوهم التشجيع الكافي وسنرى
هذه الملفات اللي نحب في الاثناء نتابعوها عبر القمود.